هل يكفي تكون عندك برلمان نظيف ماهوش مزور اقصد وبرلمان ما فيهش اشكاره؟ اسكو يكفي هذا؟ نقول لكم ما يكفيش اون 2021 باسكو محتاجين برلمان في 2021 عنده الكفاءات باش يشرع وباش يتجاوز معنا التحديات اللي راهي جايه. لو غرون ديفي والله لي غرون ديفي اللي لازم تواجههم بلادنا ماهمش السياسيه ماهوش التحدي السياسي باسكو بيناتنا كجزائريين مهما اختلفنا راح نتفقوا. السلطه تتبدل ماهوش مشكل، المؤسسات نتاع الدوله اذا راحت صعيب باش نرجعها.